ومن نيويورك مراسل القاهرة الإخبارية ياسر نور الدين معنا حول ما الذي يمكن أن تقوم به جلسة مجلس الأمن حول هذا الأمر. إذن أحييك ياسر، نتحدث عن هذه الجلسة لمجلس الأمن طبعا والاجتماع الطارئ اليوم بطلب من الجزائر لإعطاء صيغة تنفيذية لقرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في قطاع غزة. يعني كيف تبدو هذه التفاصيل؟ ما الذي يمكن أن يتخذه مجلس الأمن الدولي في ظل أيضا وجود حق النقض الفيتو للولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني بداية تحياتي لك حساني وللسادة المشاهدين. على هذه هي جلسة طارئة، إذا لم تكن مدرجة في جدول الأعمال في مجلس الأمن، وقدمتها الجزائر بناء على الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية، وذلك كما قالت الخارجية الجزائرية حساني في إعطاء قوة إلزامية لقرار مجلس الأمن. يعني سؤالك أهم للغاية حساني، في ظل بالفعل استخدام حق الفيتو دائما من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الجيد في هذا الأمر أن الجلسة المغلقة بالأمس كانت جلسة هامة أيضا، وتحدثت المندوبة الأمريكية ليندا توماس بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول جاهدة مع كل الأطراف لتقديم المساعدات بشكل متصل لقطاع غزة. يعني سوف تكون هناك يعني من أنطونيو غوتيريش سوف تكون هناك كلمة هامة، كما تحدث ستيفان دوجيريك وهو منسق أو المتحدث باسم الأمين العام، سوف يعرض الأمر الذي وصل والحكم من المحكمة محكمة العدل الدولية حساني. سوف تكون أيضا الكلمات يعني بين مؤيد ومعارض في هذا الشأن، ولكن بشكل عام مجلس الأمن 15 دولة حساني جميعهم يؤكدون على مسألة المساعدات، ولكن الأزمة الأخيرة مسألة الأونروا و12 من موظفي الأونروا والإدعاء الإسرائيلي، هذا أيضا ما يعطل الأحاديث. ولكن بطبيعة الحال أيضا سوف يكون أهمية لهذه الجلسة، حيث أن إسرائيل تتعنت كثيرا في المساعدات. هذا شأن يعني ليس غائبا على أحد. كلمة غوتيريش هامة للغاية، الأوضاع المزرية، كما أيضا القرار أو البيان الذي صدر من مجلس الأمن بالأمس بأن الأوضاع في تدهور وأنها مزرية، هذا تطور في اللغة التي يتحدث بها مجلس الأمن. وكل الأحداث الحادثة الآن في قطاع غزة هي شاهدة للعيان على البطش الإسرائيلي. إذا سوف نرى هذا المسار الذي يمكن أن يتخذوه هذا الاجتماع الطارئ في مجلس الأمن اليوم. لذلك أشكرك على هذه التفاصيل الآن من نيويورك مراسل القاهرة الإخبارية ياسر نور الدين. شكرا لك ياسر.